بما أنه انقطعنا من المراسلين وبرنامج النشرة مؤسس على مصداقية عالية جداً، وقع الاختيار على مساعد المخرج بالبرنامج جاد داني علي حسن. جاد مبروك، صرت مراسل. أول مهمة لك مقابلة مع ماريا. يس! طول عمري أحلم أنه التقي أحلى بنات بلبنان، وهلا ماريا واو! قبل ما كان حدا يحكي معي ولا حتى بالبيت، وهلا صرت مراسل. طول عمري جاي عبالي قابل فنانات مثل ماريا. إيف شو عندي أسئلة كثير براسي. مش معقول شو حلو انتي عم طايري العادات هلا. ما بعرف شو بدي اسألك أسئلة. ماما الفنانات اللبنانيات بيجذبوني من عدة نواحي: جمالهم الطبيعي، ثقافتهم، طريقة أدائهم، براءتهم. بس الفنانات كتار بلبنان، والسؤال دايما براسي: مين أكتر واحدة بتلبق لي؟ قصدي مين نمبر وان؟ مشان هيك قررت أعمل ستار كويست، يعني بالعربي ستار كويست. وهيدا اللي صار معي. ماريا، أخيرا صرنا معك، وأنا اسمي جاد داني علي حسن. فيك تسميني كمان جاد. اسمك جاد؟ اسمي جاد. شو كله جاد؟ كله جاد. صار لي من 2005 ماريا أنا عم تابع كتير شغليك، وعم بحب بسمع موسيقتك، وعم بحضر فيديو كليباتك. وهيدا كيف دائما سؤال كان جاي عبالي اسالك اياه: بتصاحبيني؟ لا. ليه؟ لانه اسمك جاد. اف اختي واو اف هالطريقه. لا لا لا. لا عن جد كل شيء اسمه جاد مثل اصحاب، يعني اخوه. كم واحد قال لك لهلا انك ما بتعرفي تغني؟ كم واحد قال لي هلا كفي الغنى؟ طب قولك ماريا، بال 2010 معقول الجي دي بي تبعنا يعلى فوق 7%، وبالتالي تخفى نسبة البطالة مع احتمال تضخم 2% من سعر الدولار؟ بتعرف انت كثير مهضوم. 2010 يمكن انا بكره موت، يمكن انت تموت بعد يومين، يعني ما فينا نحكي 2010 يعني بعد سنتين، صح؟ مش بعد سنة ونص، يعني هلا راس السنة وبعدين 2010. كورن فليكس وحليب، كورن فليكس وحليب. لانه بحب اتطلع كل يوم بيومه، ما حلو بعد سنتين بنشوف شو بده يصير. لانه الدنيا هو ربنا، هو خلق الدنيا، اوكي، هو بيعرف كل شيء هول الاشياء، نحن ما بنعرف غير هلا هالدقيقه شو بده يصير معنا. سوري ما كنت عم اسمع. شو قلتي؟ بلا ما تسمع. جمال ماريا كان ياخد لي عقلي، هو كان شوب كمان كثير شوب. شوبت ليك؟ ما عم تشوب، دخلك شعرك. بلا عم شوب كثير، خاصة انت قدامي هلا عم بقول لك ما في، مش معقول. اوكي ايه تفضل. بس وين هلا ماريا؟ وشو لازم تعمل لتكفي بعالم الشهرة؟ مغنية؟ او معقولة ممثلة؟ هلا رايحة اصور فيلم سينما. بطولة مع بطولة احمد فهمي. بهالفيلم انا كثير مبسوطه، لانه انا كثير اجاني افلام، كثير اجاني افلام، ودائما انه كنا بنرفض لانه بكل فيلم انه ما بلاقي حالي. انه انا بهالفيلم كثير حاسه انا، ويعني مع سوسات ان شاء الله. مش مع سوسات، حيعملوا لي كثير اغاني بقلبها حغني، وعم بيقولوا حغني غنيه العب بقلبها. شو بيعني لك رمضان؟ يعني لي اشياء كثير حلوه بالقليله بهذب الانسان عن جد. يعني وقت ما بتصوم هالشهر اللي يعني عم بتصومه بهذبك كثير، يعني الانسان. انا جربت هذيك السنه رمضان، اول سنه كنت بصوم، وهالسنه اكيد انا رات حصوم. المقابله مع ماريا كانت ممتازه بعتقد، بس بالنهايه اكتشفت انه ما انا مناسبه لإلي. ومن زمان من زمان زمان من زمان كان في يعني فنانات استعراضيات، يعني من اول وحده هي مارلي مورو، يعني بلشت فتحت هيدا اللاين. بعدين ماتت وما حدا عارف كيف. وراح كفي انا ال ستار كويست تبعي. اوكي يلا، ميرسي كثير. بليز دول اي سي. عصام عن جد إنجاز.